طيب في الظروف الحالية لجائحة كورونا وزيادة أعداد المصابين، عايزين نعرف التوصية والتعليمات اللي حضرتك بتوصي بيها مرضى القلب واللي مناعتهم ضعيفة لتجنب الإصابة بالفيروس. هو الحقيقة جائحة كورونا دي حاجة يعني حدث جلل أول مرة نشوفه في حياتنا أو أنا شخصيا، وهو يعني زي توقف التاريخ عنده، هيتوقف كثيرا وليس قليلا. إن مثلا حاجة زي الحج توقفت، الصلاة في المساجد والمساجد أغلقت، حاجات كتير جدا جدا جدا، المدارس كده. الكورونا دلوقتي احنا في الموجة الثانية. الموجة الثانية دي انا على مستوى العالم هي اكبر واكثر واشد من الموجة الاولى، لكن احنا بدأنا نتراخي شوية، او البانيك اتاك او الخوف او حالة الهلع اللي كانت موجودة في شهر 3 و4 قلت كتير دلوقتي. لما قلت بقى الناس متسيبة شويتين، يعني بدل كنا فاكره كده، ارجعي بالذاكره في شهر 4 كان يجي بتاع الدليفري لازم نغسل الحاجه، يجي بتاع والماسكات الماسكات، ما هو الماسكات اعتقد كله متفق ان الناس لابسه ماسكات ومحدش بيخش اماكن كتير غير بالماسكات. لكن حاله اللي هي اللي كان في حاله مبالغه في الهلع دي غير مطلوبه برضه، وبس كان في ان احنا مثلا بنروح البيت نقلع لبسنا كله ويتغسل، اصل احنا جايين من بره فممكن يبقى فيه كذا، ده حصل فيه تراخي. فأعتقد ده بيؤدي إلى انتشار المرض. هو المرض مش بيموت كل اللي يصيبه، لا بالعكس، يعني هو بنسبة مثلا 80% ممكن يجي بدون أعراض أو أعراض خفيفة، والأعراض اللي هي ممكن تبقى جامدة زي يعني بتبقى الحرارة، الفقدان حاسة الشم أو التذوق، ممكن بيجي بالتهابات في الصدر، ممكن يجي بألام في الصدر، ممكن يؤدي التهابات رئوية أو يجي بجلطة في الشريان الرئوي. كل ده العلاج بتاعه علاج تحفظي، يعني ما فيش علاج للفيروس، يعني ما فيش علاج بيخش على الفيروس يموته، لا احنا كل ده بنحاول من الأول نعمل وقاية. الوقاية دي هي التباعد، هي الكمامة، هي التغذية المظبوطة، الأكل اللي مليان فيتامينز، السوائل الكتير، نبعد عن الدهون البرتقال والفاست فود. واليوسفي والليمون والجوافة والعصائر الكتير، كل ده، الفاكهة، الخضروات الطازجة، تمام. كل دي بتزود المناعة، العسل الأبيض، كل دي بتزود المناعة. لما احنا بنزود المناعة فبنقدر نبقى احنا أقوى من الفيروس لما يجينا، يعني ما يجيش أصلا. والنظافة الشخصية، النظافة الشخصية دي في أي ميكروب، مش بس الفيروس بتاع الكوفيد 19 ده، فقط في اي ميكروب. يعني مثلا هو احنا كل سنه ما في حاجه اسمها الانفلونزا العاديه الموسميه، ما بتيجي كتير جدا. الانفلونزا الموسميه لما بتيجي في مريض قلب مثلا، مريض بضعف عضله القلب، في نسبه وفاه. الانفلونزا اللي هي من غير كوفيد، من غير كورونا، من غير حاجه خالص، في نسبه وفاه لمرضى القلب والمرضى اللي هو مناعتهم قليله، لان هو الميكروب بيتمكن من الشخص عشان مناعته قليله على اي وضع، او بيتمكن من الرئتين او التهاب الرئتين او كده، فبيبقى في نسبة وفاة. وهو الانفلونزا العادية نسبة الوفاة فيها اعلى من الكورونا، لكن الكورونا منتشرة جدا، يعني هي الخوف منها او عيبها او كده، الانتشار الغير مسبوق، اسمها بانديميك اللي هي جائحة. بانديميك دي حاجة في النادر لما نسمعها، يعني الابيديميك يعني وباء، البانديميك وباء منتشر في العالم كله، يعني متعدي القارات والمحيطات، ويعني تعدى كل، يعني ما فيش قارة في العالم كله مش موجود فيها فيروس كورونا، وهو ده الخوف منها، وان هي ملهاش علاج. فهي نسبة الإصابة كبيرة قوي، او نسبة الانتشار كبيرة قوي، لكن نسبة الوفاة مش كبيرة بالنسبة للإصابات، لكن العدد كبير بالنسبة، لان عدد الإصابات كبير جدا، فعدد الوفيات بيبقى بيعتبر كبير. فطبعا هنا بننصح مرضى القلب عموما يتوخى الحذر جدا 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 جدا، وخاصة مرضى ضعف عضلة القلب، في انه ما يجيلوش التهابات، مش بس كورونا، يعني كورونا، بكتيريا، اي التهاب، اي فيروس، لان ده هو بيبقى في ضعف عضلة القلب في حاجة اسمها احتقان رئوي، اللي هو بينهج وبيكح لوحده، مش ناقص اصلا حد يلمسه.
فما بالك بقى ان في مثلا حالة شديدة من ضعف عضلة القلب، لما يجي له ميكروب ايا كان بيزود، ما بيخفش بسهولة وبيبقى فيه نسبة وفاة. فما بالك بقى بميكروب جديد زي ده وعنيف زي ده، لو اتمكن من ان الانسان الضعيف ده بيبدأ ان هو يبقى نسبة الشفاء قليلة. فعشان كده نتوخى الحذر جدا جدا جدا.